تكاد هذه الجملة الإنشائية أن تتحول لمثل سياسي أو قاعدة ثابتة نظراً لكثرة تداولها على لسان المسؤولين في الحكومة السورية وما تسمى بالمعارضة، الخطان المتوازيان اللذان يلتقيان فقط عند الحديث عن الكرد. كل من يعمل تحت قيادة أي بلد أجنبي في بلده وضد جيشه وضد شعبه هو خائن بكل بساطة بغض النظر عن التسمية. هذا هو تقييمنا لتلك المجموعات التي تعمل لصالح الأمريكيين. المشكلة هي مع المجموعات التي بدأت تطرح طروحات انفصالية بما يتعلق بموضوع الاتحادية، يعني الإخوة الأكراد أو قسم منهم على الأقل يتبنى موضوع الاتحادية أو الفيدرالية. هذا الأمر بالنسبة لي شخصيا وبالنسبة لكثير من الإخوة هو غير مقبول. فهل حقا الكرد في سوريا انفصاليون؟ يكثر الخلط لدى متابعي الشأن السوري عند الحديث عن الملف الكردي، فيصبغون مطالبة الكرد السوريين بحقوقهم المدنية المشروعة والسعي لدولة المواطنة بصبغة الانفصال. لنعد قليلاً للوراء، وقف الكرد السوريون إلى جانب الدولة وشاركوا كمواطنين في إنهاء الانتداب الفرنسي، كما ساهموا في بناء الدولة السورية وشغلوا مناصب عليا داخل أروقة الحكم وطوروا العمل السياسي عقب تأسيس أول حزب كردي سوري عام 1957. بعدها بعام فقط بدأت أولى خطوات التضييق عليهم منذ إعلان الوحدة السورية المصرية وحل جميع الأحزاب، وزاد الخناق عليهم مع انتقال الأفكار والحركات القوموية إلى الشرق بشكل عام وظهور حزب البعث العربي الاشتراكي عام 1963 بشكل خاص، تم على إثرها استبعادهم من الحياة السياسية بالكامل، وظهرت أزمة محرومي الجنسية ومكتومي القيد، وحرم بذلك الكثير من الكرد من حقوقهم المدنية منذ ستينات القرن الماضي إلى أن اضطر الأسد الإبن إلى إنهاء هذا الوضع الاستثنائي تحت ضغط شعبي عام 2011. عملاء وخطر على أمن الدولة. طبقت الحكومة السورية خطة الكماشة على الكرد، خاصة بعد إسقاط نظام صدام حسين في العراق وإعلان إقليم كردستان، وخوفا من تكرار التجربة لم يجتمع كرديان في منزل حتى كانت المخابرات السورية ثالثهما، ومنع أي عمل سياسي ثقافي تراثي كردي في سوريا، خصوصاً بعد أحداث ملعب القامشلي في 12 من آذار مارس عام 2004. لم تفارق العصا الكرد السوريين فحرموا من تسمية مواليدهم بأسماء كردية، بالإضافة إلى تعريب القرى والمناطق الكردية، ونفذت الحكومة مخطط الحزام العربي كأول تغيير ديموغرافي في المناطق الكردية كما يجري الآن في عفرين ورأس العين على يد الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية ومن يدور في فلكهم مما تسمى بالمعارضة من تهجير للكرد وإقامة المستوطنات، ولا مجال لأي محاولة حتى بمجرد الهمس للاعتراف بحقوقهم في سوريا الثقافية منها على الأقل، فتهمة الانفصال والعمالة للخارج جاهزة لتلفيقها لهم وزجهم إلى المعتقلات لإسكاتهم. فالدولة السورية لا تنظر إليهم كمواطنين، إنما وافدون إلى أراضيها، لا بل حسب رأيها لا كرد في سوريا. الرؤية الكردية للحل، هل هي مشروع انفصالي؟ منذ إعلان الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عام 2014 والتي تضم كافة المكونات من كرد وعرب وسريان وغيرهم، وخطابها يخلو تماماً من أي فكرة أو نية أو دعوة للانفصال، بل تنادي دوماً بدولة الديمقراطية، سوريا موحدة دون إقصاء. التعامل العسكري بين قوات سوريا الديمقراطية والولايات المتحدة إبان الحرب على داعش اتخذته الحكومة السورية ذريعة لاتهامها بأن مشروعها انفصالي وتقسيمي، علماً أن أمريكا لم تحمي مناطق الكرد من الغزو التركي عام 2018، ويحصر التحالف مهمته في سوريا بالقتال ضد داعش فقط. وأبدت الإدارة الذاتية مراراً استعدادها الكامل للتفاوض مع دمشق وما يسمى بالائتلاف للزوم وصول إلى حل سياسي موحد للسوريين، لكن طبع الحكومة يغلب تطبعه ومن يسمون أنفسهم بالمعارضة لا يتحركون البتة دون إذن تركي. وتجدد الإدارة الذاتية موقفها بضرورة المحافظة على وحدة سوريا واستعدادها للحوار، لكن شريطة استبعاد فكرة العودة لما قبل 2011، فيما لا تزال الحكومة السورية تسد آذانها عن دعوات الحوار تلك. فهل ستدرك الحكومة السورية ومن يطلقون على أنفسهم اسم المعارضة أن الكرد في سوريا ليسوا انفصاليين؟